خليك في موضوع بتكلم لا تتكلم تكلم عدل تمنعني ايه تكلم عدل وعدل حكيك بعد تعلمني شلون تكلم اعلمك واعلمك واعلمك استريح انت اللي وياه جاي بتخرب تكلم تكلم عدل لا. انت تعرف العيب انت انت اللي عيب عليك وهو تكلم بادب وموضوعيه تكلم بادب وموضوعيه انت بتغلط عليه ما راح نسمح لك تكلم ورد على رد اول شيء انا نائب ومن حقي اعقب اليوم حقك ما حد يمنعك بس ما يحتاج يسيء لبعض لا انا دافع عن اللائحه ودافع عن القاعه تعبوها ادافع عن القاعه هني تكلم بادب وباحترام ما حد يوقفك اكلمك بمنتهى الهدوء وانا بمنتهى الهدوء ما يحتاج اغلط على بعض هذه نفس صاحبك يشرفني زماله اي عضو ايوه اوكي هذا ما يحتاج تقول خليني اكمل انت قطعني على هذه السالفه اي طبعا اقطعك تكلم في الموضوع اتكلم لا تصارخ لا تصارخ لا تصارخ تسمع انت الحين قمت تصارخ والله يبا زين انا بتكلم والله زين يا لا حول والله زين والله انا استغرب والله العظيم رئيس مجلس انت الحين يعني انت مصدق نفسك تكلم في موضوعك احنا ما نقعد شهود زور ما نقعد سمنديقه انت الحين شو اللي تبي توصل له لا لا ما فهمني سمنديقه لا ما فهمنا تكلم في الموضوع نفسه تكلم في الاقتراح اللي قدمته